مساء الفل، انا علياء طالعه ودي مع علياء مع حلقه خاصه لمنصه الاستقرار الثقافيه. والنهارده هتكلم عن فيلم سعاد. مبدئيا سر الكلام النهارده عن فيلم سعاد هو ان مصر اختارته عشان يمثلها في مسابقه الاوسكار الدوليه. طب يعني ايه بلد تختار الفيلم بتاعها عشان يمثلها؟ طبعا كلنا عارفين الاوسكار، وعارفين ان في كاتيجوري من الكاتيجوريز اللي بتقدم فيها جوائز اكاديميه العلوم وفنون الصور المتحركه اللي اسمها الاوسكار، هي جائزه الافلام الدوليه، افضل فيلم دولي اللي هو كان فتره قريبه اسمه افضل فيلم بلغه اجنبيه. الاكاديميه بتعرف ازاي الافلام اللي بتختار منها؟ عن طريق ان كل بلد بتختار فيلم واحد بس بتقدمه للاكاديميه، بعد كده بعد المشاهده بيختاروا منه الشورت ليست. الشورت ليست دي بتتقلص بعد شويه انها تبقى الترشيحات اللي احنا بنشوفها، وبعد كده بيختاروا منها فيلم واحد بس. في مصر وفي كل دوله بيكون في لجنه بتشاهد كل الافلام المصريه مثلا اللي اتعرضت خلال السنه، وبتختار منها قائمه قصيره. القائمه القصيره دي بتخلصها لفيلم واحد بتبعته للاوسكار. السنه دي الاختيارات كانت بين 3 افلام، هي كباتن زعتري علي العربي، سعاد لقيتن امين، وعاش يا كابتن لمي زايد. مي زايد بعتت خطاب للجنه طبقا للتصريحات بتاعتها ان الفيلم بتاعها اترشح السنه اللي فاتت، او هي قدمته السنه اللي فاتت للافلام التسجيليه، وبالتالي ما ينفعش يتقدم السنه دي للافلام بلغه اجنبيه، وتم استبعاد عاش يا كابتن. والاختيار كان بين كباتن الزعتري وسعاد، وفي النهايه سعاد هو اللي فاز بالتصويت. اول سؤال بيتم طرحه بعد معرفه خبر ان سعاد هو الفيلم اللي اختارته مصر، ليه فيلم ريش مش هو اللي اختارته مصر باعتبار ان هو الفيلم الاحدث اللي عامل ضجه، اللي اتعرض في كان وخد جايزتين، لسه معروض في الجونه واخد من هناك جايزه. الاجابه هو ان حتى الفيلم يترشح من بلد لازم يكون اتعرض بصوره تجاريه. فيلم ريش ما اتعرضش بصوره تجاريه ومش في خريطه التوزيع للعرض قبل نهايه السنه، يعني قبل 31 ديسمبر الفيلم اللي تم ترشيحه من البلد يكون اتعرض بشكل تجاري. فيلم سعاد كده واضح ان هو في الخريطه بتاعه العرض السنه دي قبل 31 ديسمبر، في حين فيلم ريش هيتعرض السنه الجايه، وغالبا هيبقى الفيلم اللي بتقدمه مصر السنه الجايه لو ما كانش في فيلم جديد نفسه. انا سعيده باختيار فيلم سعاد لانه من الافلام اللي تستحق تلقي واسع وتستحق دعايه كويسه، لانه فيلم فعلا كويس. الفيلم كان سيء الحظ للاسف لانه كان من اختيارات كان في الدوره الحزينه اللي ما تمش اقامتها في 2020، وبالتالي هو كان من الاختيارات ولكن ما تمش عرضه في كان لغايه السنه دي لما اتعرض في كان وبرلين، والفيلم ما اتعرضش في المسابقه الرسميه لكان، وبالتالي ما خدش الوقت والمشاهده والتلقي المفروض كان ياخد. الفيلم من اخراج ايتن امين اللي شاركت في الكتابه بتاعته مع محمود عزت، ومن بطولة بسنت أحمد وبسملة الجياش، وبيقدم قصة بسيطة جدا عن بنت عايشة في بلد صغيرة مش العاصمة في مصر، والبنت دي بنتعرف عليها في المجتمع بتاعها وازاي بتكبر وبتنمو وتنضج ضمن المحظورات والأفكار بتاعت المجتمع. فيلم سعاد من الافلام البسيطه اللي ما بتحاولش تقدم حبكه معقده. احنا عندنا شخصيه شبه شخصيات كتير حوالينا بيتم مراقبتها بدقه، بيتم اكتشافها واكتشاف المجتمع من حولها والاحداث اللي بتؤدي الى تصاعد قصتها. طيب طالما الشخصيات بتاعت الفيلم عادية جدا، ليه صناع الفيلم اختاروها علشان يقدموها في فيلم كامل لساعة ونص تقريبا؟ اعتقد ده لسببين. اول سبب ان الشخصيات زي سعاد واختها وعائلتها هي شخصيات فعلا موجودة حوالينا طول الوقت، شخصيات ممكن تكون احنا في وقت من الاوقات، ولكن لانها متوفرة على طول احنا كبشر او حتى في صناع الافلام ما بيشوفوهاش بعين قوية، ما بيشوفوهاش بعين مقدرة للمدى عدم عاديتها على الرغم انها عادية، زي ما يكونوا طيف حوالينا محدش بيحاول يختبره او يكتشفه، وبيتم اعتبارهم تحصيل حاصل او حياتهم مجرد دورة حياة عادية لكائن من الكائنات الموجودة. ده بيظهر لما بنشوف ام سعاد في الفيلم وسعاد واختها الصغيرة رباب. احنا عندنا هنا دورة حياة ست مصرية عادية جدا، بنت مراهقة بتحاول تطلع للأخت الأكبر منها والأكثر جمالا، سعاد البنت اللي بتحاول إن هي تبقى زوجة وتحاول تدور على الحب، وعندنا الأم اللي بتحاول إنها تخلي بناتها يتجوزوا ويعيشوا دورة حياة شبه دورة حياتها هي. لو بصيت حواليك هتلاقي ملايين زي سعاد، صحيح ما اختاروش الاختيارات اللي هي اختارتها، ولكن في طيف منها موجود سواء الأم أو البنت الصغيرة أو سعاد نفسها. التأمل في الأشياء الاعتيادية بشكل درامي وشكل فني، ده الأسلوب اللي اختارته أيتن أمين في فيلمها الطويل التاني. بالنسبه لي دي حاجه مميزه لان احنا محتاجين من وقت للتاني ان احنا نشوف الحاجات الاعتياديه على انها مش اعتياديه، ونتفرج على الحاجات المميزه فيها، وان الحياه البسيطه في الحقيقه ما هياش بسيطه، وان الاماكن اللي احنا شايفينها شبه بعضها ومفيش اي تغيير بيحصل فيها، في تغييرات بتحصل فيها بس احنا ما نبصلهاش بعين كفايه، وان الافلام مش لازم تكون عن شخصيات بتمر بحاجات مختلفه تماما او معقده جدا، وان حتى اي شخصيه عاديه جدا ممكن لو صانع العمل وصناع الافلام قادرين على ان هو يشوفوا الدراميه اللي موجوده فيها هيقدموا عنها فيلم كويس. النقطه الثانيه المهمه في الفيلم هي العين الحميميه جدا جدا اللي قدرت تراقب الشخصيات النسائيه كتير الموجوده في الفيلم، سواء سعاد او اختها رباب او الام او الصديقات.
الأمين قدرت على الشاشة إنها تقدم كل المخاوف الطبيعية والمستمرة في عالم البنات، مخاوف الأخت الأصغر اللي هي حاسة إن مصيرها هيبقى مصير الأخت الكبيرة، وفي نفس الوقت ما هياش جميلة ولا مميزة زيها، وبالتالي حظوظها في الحياة أكيد هتبقى أسوأ حتى من حظوظ سعاد، وبتحاول إنها تتمرن في الجزء بتاعها على المصير ده، وإنها تختار لنفسها مسارات مختلفة تماما. عندنا شخصية سعاد، سعاد عندها مشاكل كتير جدا، عندها إحساس بالقلق من تأخر سن جوازها، عندها البحث عن حب، البحث عن عريس، قلقها اتجاه صديقاتها اللي ممكن يكون حياتهم بتمضي قدما وهي لأ، قلقها من ان هي هتبقى زي أمها، قلقها من مشاعرها الجنسية وإحساسها بالاسم ناحيته. سعاد قامت بخيارات، الخيارات دي ما تمش تفسيرها في الفيلم بصورة واضحة، ما قالناش سعاد اختارت ده ليه، ولكن ساب للمشاهد ان هو يعرف ويفكر يا ترى سعاد وصلت النقطة دي ليه. عندنا شخصية الام على الرغم ان هي اخذت مساحة قليلة جدا على الشاشة، ولكنها ام عادية جدا ودرامية جدا، ام عايزة ان هي بنتها تتجوز زي بقية الجواز، عايزة انها تدخل في السايكل بتاع الحياة بتاعتها اللي هي على الرغم انها تكون بتعاني منها، ولكن شايفة ان هو ده الحل الامثل لكل بنت. أيتن أمين قدرت تاخد المشاهد لغرف نوم البنات، البيوت اللي بتعيش فيها، الموبايلات اللي هم شايلينها والكلام اللي بيكتبوه والحواديت اللي بتجرى بينهم، وده بعيدا عن وجهة النظر الذكورية المعتادة في النظر لعالم البنات. ذكورية هنا مقصود بيها ان المخرجين بيكونوا ذكور بيقدموا على الشاشة وجهة نظرهم هم في عالم او بيوت البنات، ولكن هنا ايتن امين من جوه المكان اختارت لنا ان احنا نشوف من وجهة نظر مقربة اكتر، ودي حاجة بتقدمها ايتن امين للمرة التانية بعد مسلسلها اللي شاركت فيه سابع جار، اللي كانت بتبص بعين حميمية لاشياء بسيطة جدا في الحياة حواليها، ولكن بتنقلها برؤية فنية ممتازة، بتحسسك انك بتشوف حاجة هي موجودة، ممكن تكون عايشها بس بتشوفها بطريقة جديدة وبتشوفها بطريقة مختلفة عن اللي بتشوفه في المعتاد على الشاشة، وده بيخلي القوس مفتوح واحتمالات واسعة جدا جدا قدام مسيرة ايتن امين المهنية اللي ممكن تقدم لنا حاجات كتير جدا احنا شايفينها انها عادية واعتيادية من حوالينا، ولكن بنشوفها بشكل فريش وطازج جدا في اعمالها. فيلم سعاد يستحق كلام كتير جدا جدا، اتمنى ان هو لما يصدر بصورة تجارية تشوفوه، واتمنى كمان تقروا مقالي عنه اللي هتكلم عنه بشكل اكثر تفصيلا. وبكده خلصت حلقة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم وتشتركوا، لايك وشير وسبسكرايب في القناة.